عسلامة، مرحبا بكم من جديد مشتركي سابورانيت. في مازلنا في السيكسيون نيميرو 3 لي ديسيزيون داشا. بعد ما تعدينا بالسيكسيون نيميرو 1 ليدونتيفيكاسيون دي بيزوان، تعريف بالحاجيات اللي هي تمثل سيكسيون 1 وليتاب 1 في البروسيسوس داشا، وبعد تعدينا للسيكسيون 2 لا ريشيرش لا كونسلتاسيون لا نيغوسياسيون اي لو شوا دو فورنيسور، اللي هي تمثل ليتاب نيميرو 2 في البروسيسوس داشا، اللي هي نتعلموا فيها نختاروا الفورنيسور المناسب للشركه. وبليتاب 3 اللي هي لا باساسيون دو لا كوموند، c'est-à-dire نعديو الكوموند للفورنيسور اللي اخترناه. اليوم مش نبداو السيكسيون 4 اللي فيها لو سويفي اي لا ريسبسيون دو لا كوموند، اي نتبعوا ونستقبلوا البضاعه السلعه. لافيش دو ستوب، باش تعرف على دوكيمون جديد اسمه لافيش دو ستوب. لو سويفي دو لا كوموند، لو سويفي دو لا كوموند اي تاسوري ان سورفيون لي ديلي دو ليفريزون، نتبعوا الكوموند نتاعنا من قبل ما توصلنا. ان سورفيون يعني c'est-à-dire نراقبوا لي ديلي دو ليفريزون، فتره التحضير ولا فترة التسليم نتاع الكوموند. سيتادير رابولي، اي نذكرو او فورنيسور، نذكرو الفورنيسور المزود نتاعنا لا دات دو ليفريزون، يعني نكلمو الفورنيسور ونقولو له راهو دات دو ليفريزون مثلا لو 30 راهو ما يلزمكش تعمل ان روتار. لو سويفي سي كو كوم ريسبونسابل داشا يلزمني نتبع الكوموند نتاعي ولازمني ناكد على الفورنيسور باش ما يعملش عليا ان روتار، يعني يلفو سويفر لا كوموند، يعني نذكر الفورنيسور بالدات دو ليفريزون باش نيفيتيو الريسك دو روتار. وهوني راني قاعده نحكي على اون تاش دو ريسبونسابل داشا، يعني سويفي هذه يقوم بها الريسبونسابل دي زاشا. بعد ما يعمل سويفي دو لا كوموند ويذكر الفورنيسور بالدات دو ليفريزون، سير لا ريسبسيون دو لا كوموند، يعني لور دو لا ريسبسيون، يعني اثناء تسلم البضاعه. لور دو لا ريسبسيون il faut contrôler، يجب مراقبه كونتيتاتيفمون اي كاليتاتيفمون، يلزمنا نراقبوا الكميه والكيفيه. لي بيان غوسو، يلزمني نراقب الكمية اللي وصلتني، الكونتيتي نتاعها والكاليتي نتاعها، اسكو كيما احنا تفاهمنا فيها مع الفورنيسور والا لي بيان، اي البضاعة اللي وصلتنا. المراقبة هذه تصير سور لا باز دي دوكيومون سويفون، اللي هما البون دو كوموند، البون دو ليفريزون، والبون دو ليفريزون، والبون دو ريسبسيون، والبون دو كوموند. الثلاثة هذم بون دو ليفريزون والبون دو ريسبسيون والبون دو كوموند، يعني لازم يكون فما كونفورميتي، مطابقة بين لي تروا دوكيومون هذوما. يعني حبيت نقول الكونتيتي اللي موجوده في البون دو ليفريزون اللي بعثها الفورنيسور مع البضاعه لازمها تكون موجوده في البون دو ريسبسيون اللي مش حاضرها الريسبونسابل داشا، لازمها تكون نفسها موجوده في البون دو كوموند، في نسخه البون دو كوموند اللي بعثناها احنا للفورنيسور. هذاك اش معناها المطابقه. من بعد تجي ليتاب دو لا فيج دو ستوك. قبل ما نعرف واش معناها فيج دو ستوك لازم نعرف واش معناها ستوك. لو ستوك سي لونسومبل دي مارشانديز ماتيير بروميير ولا دي بيان، بصفه عامه البضاعه اللي يلزمها تكون كونسيرفي، جي سوليني كونسيرفي معناها اللي تم الحفظ نتاعها دون لاتونت، يعني في انتظاري دون اوتيليزاسيون انتيريور، في انتظار ليوتيليزاسيون اولتيريور اي استعمال في المستقبل. يعني كنقولوا ستوك يعني اي شركه حتى في الواقع نعرفوا اي شركه يكون عندها دوبو نتاع ستوكاج تخزن فيه البضاعه نتاعها في انتظار ان نستعملوها او نبيعوها. من بعد نجيو لفيش دو ستوك. La fiche de stock, c'est un document, هي وثيقة interne, ما تخرجش من الانتربريزة. Sur lequel, شنعملوا بها الفيش دو ستوك؟ Sur lequel عليها هي il faut enregistrer, يعني نسجلوا لي موفومون دو ستوك. شنو معناها موفومون دو ستوك؟ لي موفومون هما تو سكي اونتري، سورتي، يعني سلعة تدخل وسلعة تخرج نسميهم دي موفومون. هذا يمكنني سو كي بيرمي دو سويفر ليكزيستون. ليكزيستون معناها بالفيش دو ستوك لازمني نعرف من قبل ما نحسب قداش عندي من متر ولا من كيلو في الدبو دو ستوكاج، كي نخزر الفيش دو ستوك نعرف ليكزيستون، يعني الكونتيتي الموجوده في الدبو دو ستوكاج. دونك بعد نجيو نحاولوا نرتبوا لي تاش اللي يقوم بهم الريسبونسابل داشا في المرحله هذه. دونك لي تاش دو ريسبونسابل دي زاشا دون لا كاتريام ايتاب، نذكر اللي احنا مازلنا في الكاتريام ايتاب دو بروسيسوس داشا اللي هي لو سويفي اي لا ريسبسيون دو لا كوموند. دونك والليتاب هذه زادا سمينا فيها لا فيش دو ستوك. دونك لو ريسبونسابل دي زاشا هذايا عنده تروا رول مقسمين، عنده ان رول افون لا ريسبسيون دو لا كوموند، اي قبل استقبال السلعه، قبل استقبال البضاعه، وعنده ان رول لور دو لا ريسبسيون دو لا كوموند، اي اثناء استقبال البضاعه، وعنده ان اوتر رول ولا دي زوتر تاش ابري لا ريسبسيون دو لا كوموند، اي بعد استقبال البضاعه. شنو لازم يعمل افون لا ريسبسيون دو لا كوموند؟ Il doit faire le suivi de la commande, كيما تفهمنا ساعة. En surveillant les délais de livraison. يزمو يذكر الفورنيسور بالدليل de livraison. En rappelant le fournisseur la date de livraison. Donc, يعمل suivi, يعمل surveillance, أي مراقبة les délais de livraison.
ويعمل رابيل للفورنيسور بالدات دو ليفريزون، هذايا قبل الريسبسيون دو لا كوموند. لور دو لا ريسبسيون دو لا كوموند، اي اثناء استقبال الكوموند، il doit contrôler quantitativement et qualitativement, quantité ou qualité, des biens reçus. Ils ont dit qu'il y a un bon de commande, 9 sont sur le bon de livraison, 9 sont sur le bon de réception. Mais il y a une quantité ou une qualité ou une référence ou tous les éléments du produit. Après la réception, qu'est-ce qu'il doit faire le responsable des achats? Il est via Touda le responsable des achats. Il doit enregistrer à Yusagilo les biens reçus et le bidar. Elle est au slot. Dans de boîte, où il est sajela, l'entrée est sur la fiche de stock. Il s'agit la fiche document appelée la fiche de stock. Nous avons les applications et nous avons la fiche de stock. Donc, on a une application relative à cette section. L'application est à la section. Donc, on va essayer de faire cette application. Le responsable d'achat dans l'entreprise ZA, Samit l'entreprise ZA, spécialisée dans la confection, confection manière des vêtements pour femmes, l'entreprise ZA, c'est une entreprise industrielle, de les vêtements pour femmes, a reçu les matières commandées. Le responsable ZA, j'ai tout bidan, il vous donne les informations suivantes, malumet, concernant les mouvements, entrée, sortie, je vais mettre la fléchette, entrée, sortie, axe, pardon. Du stock de la matière première tissu, je vais mettre la matière interne tissu, mais en voie de la la matière première, tu as le mesh, il y a un tissu. Coton, référence C1 pour le mois de février 2019, je vais mettre la charte, février 2019. Nous allons les données. Donc, 1 février 1, 2, 2019, on a l'existant en stock. Et l'existant en stock, nous allons mettre stock initial, SI, stock initial. Stock initial, معناها موجود في الدبو من بداية الشهر. دونك نهار واحد في الشهر عندنا في الدبو 100 متر. 5 فيفري عندنا ان بون دو ريسبسيون. بون دو ريسبسيون معناها استقبلنا السلعة 20 250 متر. نهار 12 فيفري عندنا بون دو سورتي معناها استهلكنا خرجنا بالدبو 150 متر استهلكناهم استعملناهم سورتي. 13 2 كيف كيف عندنا سورتي واحد اخر فيه 50 متر. 20 2 عندنا بون دو ريسبسيون استقبلنا 20 230 متر. 25 2 عاودنا استهلكنا خرجنا من الدبو 250 متر. 26 2 عملنا ان بون دو سورتي واحد اخر فيه 80 متر، يعني خرجنا من الدبو 80 متر باش نستهلكوهم. 28 2 بون دو ريسبسيون زدنا استقبلنا بضاعه 20 130 متر. ترافاي افير نتاعنا يتكون من 4 كيستيون. اون فا كومبليتي لا فيش دو ستوك اون كونتيتي في لانكس 1. لانكس هي الورقه الفرعيه رقم 1 تو نشوفوها في الدوني. Petit 2, on va déterminer la quantité achetée des matières. Je n'ai pas la quantité achetée des matières premières, tissu, coton. Petit 3, on va déterminer la quantité consommée des matières. Où est la quantité achetée? Où est-ce que je n'ai pas la quantité consommée? Et elle est installée quoi? On va vérifier le stock final, yani stock Echercher, je n'ai pas la vérification du calcul. Donc, je vais essayer de répondre aux questions posées. Qui m'a l'aide, je vais voir les réponses. Je n'ai pas la réponse à la question. Donc, je commence par l'annexe 1. L'annexe 1 est la fiche de stock en quantité. Je vais vous montrer la fiche de stock. Donc, on a la fiche de stock en quantité. Numéro 20, ça a pris. Donc, allez, à faire donner. C'est numéro 20. Il y a un numéro. Donc, il faut donner. Il faut aller numéro de la fiche de stock. Désignation. Donc, est-ce que je vais vous montrer le tissu coton? Est-ce que je vais vous montrer le tissu coton? Référence de l'entreprise interne, c'est Saminé C1. C'est la référence de l'entreprise. Je vais donner le mois, je vais donner le mois février 2019. Et l'entête de la fiche de stock, c'est le nombre de données qui est en train de faire. Je vais vous donner le nombre de données. Je vais vous donner le corps de la fiche de stock. Le corps, je vais vous donner le mois de l'entreprise. Je vais vous donner le nombre de données. Je vais vous donner le nombre de données. Donc, je commence par. On a le 1er 2 2019, date c'est dire je ne sais pas, donc on a le 1er 2, on devait indiquer le fourre à l'année 2019, c'est une écrite l'année, je me suis libellé, je n'ai pas là un existant en stock, il y a une elle m'ajoute une idée de char l'existant et bien je sais bien le stock initial, ça appelé stock initial, dis-moi elle m'ajoute fait à ou le nard de char, ça m'y stock initial, s stock initial, le stock initial et bien je n'ai pas l'existant égal à
100 متر، يعني موجود عندي في بداية الشهر 100 متر، هكا اش معناها؟ الكونتيتي الموجودة في بداية الشهر تساوي 100 متر. نمشيو للدات اللي بعده 5 فيفري، دونك لو 5 فيفري نكتبوا الدات. اللي بيني عندنا بون دو ريسبسيون، اي استقبلنا شرينا، دونك البون دو ريسبسيون هذايا باش نكتب عليه بي ار، بون دو ريسبسيون. الكونتيتي ديما انا استقبلنا، وين باش القايده؟ باش القايده في لونتري، مع العلم ان لونتري مش نعملوه ديما بالسيني بلوس، والسورتي مش يكون بالسيني موا، ولوجيك على الاخر لونتري حاجه تزادت والسورتي حاجه نقصت، دونك هذوما دخلوا وهذوما سورتي يعني خرجوا. دونك الريسبسيون نرجع للدوني نلقاها 250 متر، ونقيد لونتري نتاعي ب 250 متر. لهنا باش نثبت عندي من الاول 100 وزدت شريت 250، باش يولي عندي ليكزيستون 350 متر، 350 متر. نمشي للدات اللي من بعد، وصلنا للدات دو 12 دو، عندي بون دو سورتي، دونك نقيد الدات 12 دو، وبون دو سورتي نعملها تلخيص بي اس، يعني خرجنا سلعة بون دو سورتي، وسط تخريج سلع، الكونتيتي نقلها من هوني نلقاوها ايجال 150 متر، نكتبها لهنا في السورتي خاطرها سورتي، السورتي باش ينقص، يعني من الاول عندي 350 متر، نحيد منهم 150 متر، يعني سورتي يعني جيرو ترونشي، يعني نقص 150 متر، يبقى لي 200 متر، ليكزيستون تاعي 200 متر. بنفس الطريقة نتعدى للدات اللي من بعد، الدات اللي من بعد اللي هي لو 13 دو، البون دو سورتي نتاعي في 50 متر، دونك 13 دو عندي بون دو سورتي واحد آخر، نكتب الدات ونعمل بي اس بون دو سورتي، ونقيد الكونتيتي في السورتي 50 متر في السورتي، 200 إلا 50 متر. دونك ايجال 150 متر، معناها قاعدة ديما نطرح في السورتي وديما يلزمني نزيد لي زونتري، لي زونتري يتزادو لي سورتي ينقصو، نكمل بنفس الطريقة لي دات. دونك نمشيو توا وصلنا ل 22/2، دونك بنفس الميثود نقيد الدات نتاعي 20 فيفريي، شوف الموفمون اللي عندي بون دو ريسبسيون، ونكتب بي ار، يعني استقبلنا بضاعة فيها 230 متر، اي شرينا 230 متر. دونك من الاول عندي 150 متر وزدت شريط، قلنا لونتري باش نزيدو 150 متر وزدت شريط 230 متر، دونك الريزولتا نتاعي باش تكون 380 متر، زادت الكمية. دونك نمشيو للدات اللي بعدها 25/2، 25 فيفري صار ان بون دو سورتي، بون دو سورتي نلخصها بي اس، قداش خرجنا قداش استهلكنا 250 متر باش نقيدوها في السورتي، دونك عندي 380 باش نحي منها باش روترونشي باش نطرح 250 متر خاطرني استهلكتهم، باش يبقى لي دونك 130 متر، يبقى لي 130 متر، 130 متر الريزولتا. دونك نكملوا الدات اللي بعدها 26 فيفري، نفس الطريقة نشوف الدوني نتاعي نلقاها بون دو سورتي، نعمل بي اس بون دو سورتي، دونك الكونتيتي نتاعي في السورتي سي 80 متر، نقيدها في السورتي 130 متر، باش نحي منهم 80 متر باش يبقاو لي 50 متر، نحي فيه السورتي توجور. اريفون على ديرنيير دات، هذه هي اخر دات عندي 28/2، دونك اخر دات عندي هي لو 28/2، دونك انا حاجتي بالدات الاخيرة 28/2، دونك نعاود 28 فيفري عندي بون دو ريسبسيون فيها 130 متر، نقيد الدات نتاعي كالعاده 28/2، دونك البون دو ريسبسيون نعمل بي اي بون دو ريسبسيون استقبال، ونقيد في لونتري 130 متر، دونك من هوني عندي 50 متر باش نزيدها 130 متر باش يبقى لي 180 متر، 180 متر. دونك هذوما لي دوني صبيتهم في الفيش دو ستوك، دونك هنا ما عادش نستحق لهم لي دوني نتاع الفيش دو ستوك خاطرهم سي سي ديجا ولاو عندي في الفيشه. دونك بوي اون فا فيغ لي توتو اخر الشهر باش نعملو لي توتو. اش معناه لي توتو؟ معناها باش نجمع لي زونتخي نتاعي نشوفهم قداش، باش نجمع لي سورتي نتاعي، وباش نشوف في الاخر لو ستوك فينال قداش. لي زونتخي عندي 250 بلوس، معناتها هذوما كل يتجمعو 230 بلوس 130، لو ريزولتا ايغال 610 متر، يعني جملة في الشهر عملت اونتري ب 610 متر. نفس العملية باش نعملها للي سورتي 150 بلس 50 بلس 250 بلس 80، و جو تخوف لا كونتيتي ايغال 530 متر، هذه هي لا كونتيتي دي سورتي. لهنا
ونرد بالي الكولون هذا ما يتجمعش، يلزمني جست نهبط الكونتيتي فينال اللي هي 180 متر. الاخرانيه هبطت كان اخر ليني، وهذه باش نسميها اس اف. باش نقصد بها اس اف سي لو ستوك فينال، سي لا كونتيتي دي ستوك فينال، يعني بالعربي اخر الشهر بقى لي 180 متر. دونك هذه لا فيش دو ستوك، كوم سا اون ا رومبلي لا فيش دو ستوك، عمرناها الفيش دو ستوك. نمشيو للكيستيون 2. كيستيون 2 يقول لي ديتيرميني لا كونتيتي اشوتي دو تيسي. كلمه اشوتي اش معناها؟ باش نعمر من الفيشه راهو. اسكو هما لي زونتري زعما ولا لي سورتي؟ حاجه شريتها دخلتها للدبو، معناها كي نقول لا كونتيتي اشوتي راهو نقصد بها ايغال توتال دي زونتري، من غير ما نعاود نحسبهم خاطرهم محسوبين في الفيشه. توتال دي زونتري اللي هو يمثل لي 610 متر، هذيك هي لا كونتيتي اشوتي. كيستيون نيميرو 3 يقول لا كونتيتي كونسومي دو تيسي، اش معناها كونسومي؟ استهلكناها، اش معناها استهلكناها؟ معناها خرجناها من الدبو باش نستهلكوها، معناها هوني نحكي على لو توتال دي سورتي، معناها اني نحكي على ماتير بريمير تيسي، الكمية اللي استهلكتها نتاع التيسي. توتال دي سورتي، كونتيتي كونسومي هي توتال دي سورتي دو ماتير بريمير، واللي هي ايغال توتال هذايا 530 متر من غير ما نحسبو. لهنا حبينا نقولوا اللي اونتري معناها اشا وسورتي معناها كونسوماسيون، معناها دي سينونيم. كيستيون رابع، اون فا فيريفي بار لو كالكيل لو ستوك فينال اون كونتيتي. هوني عندي فورميل باش نحاولوا نطبقوها. الفورميل تقول ستوك فينال ايغال اس اف، نقصد بها ستوك فينال، ستوك انيسيال بلس لي اونتري موان لي سورتي، باش نحاولوا نلقاو لو ميم ريزولتا، باش نحاولوا نثبتوا. لو ستوك انيسيال هو الموجود في بدايه الشهر اللي هو عندي هنا في الفيشه 100 متر بلس لو توتال دي زونتري اللي هما هم عندي 610 من الفيش جبتهم، موان لو توتال دي سورتي اللي هما 530 متر. كي نحسبوا نعملوا 100 بلس 610 صافي 710 نحيو منها نطرحو منها رترونشي 530 باش نلقاو 180 متر. وهنا فيريفيك بالكالكول ستوك فينال نتاعي 180 متر اللي لقيته هنا في اخر الفيش دو ستوك، سي لو ستوك فينال. ملف الفيش هذا يمثل لي لو ستوك فينال، وهذا يمثل لي لو ستوك انيسيال، وهذو هما لي زونتري ولي سورتي يمثلوا لي لي موفمون. دونك هكا نكونوا كملنا لا سيكسيون نيميرو 4. تابعونا على سابورانيت وين باش نتعداو للسيكسيون نيميرو 5 باش نشوفوا لا ديرنيير ايتاب في البروسيسوس داشا ولا ديرنيير سيكسيون في شابيتر لي ديسيزيون داشا.